كلام كثير بيطرح حول من يخلف السيد ياسر عرفات في رئاسة السلطة الفلسطينية. في تصورك يعني من يمكن أن يخلف السيد ياسر عرفات؟ هناك أسماء مطروحة في الداخل، منها محمود عباس ومنها أحمد قريع أبو علاء رئيس المجلس التشريعي. هناك كلام عن رؤساء الأجهزة الأمنية ده أرجوب وده حلان، ده كلام مش معقول. اللي مطروح هم الاثنين دول اللي في مركز السلطة. فأنا في رأيي اللي بيخلفه هو اللي أكثر طواعية في يد أمريكا وإسرائيل، اللي أكثر ليونة، والراجح أن المراهنة بتمشي لأن يكون محمود عباس هو الخليفة، لأنه هو المنسق بتاع أوسلو وهو بتاع الاتفاقيات وهو بتاع المحادثات، فهم مطمئنين أنه يضلوا في الطريق اللي بدهم إياه. لما تستبعد رؤساء الجهات الأمنية؟ وهؤلاء ربما يكونوا أضبط أو أقدر على ضبط الشارع الفلسطيني. لسه الناس دول ليس لهم شعبية، والشعبية فتح لحركة لشعبيتها، فإذا الحركة بدهاش واحد، مش معقول واحد في جهاز أمن بده يصير رئيس مرة واحدة، وفي ناس قياديين سابقين وفي ناس مشهورين سابقين في ناس أهل فيه، ما بيقدر هذا ينط مرة واحدة من ضابط يصير هو المسؤول وينسى كل الآخرين. تقبلش الحركة، تقبلش الكوادر بتاعتها، فهذا الكلام مستحيل يكون من الناس هذول. طب رؤيتك وتصورك لمستقبل السلطة الفلسطينية كسلطة أو شيء ولد بناء على اتفاقية؟ والله أنا بقول السلطة الفلسطينية مصيرها واحد، أن تنقرض إذا ظلت واقفة في موقفها وأوسلو مغلق والطريق مسدود ستنتهي، أو تعود إلى خندق الجهاد وتوحد الصعب الفلسطيني في خندق واحد مع بعضنا ونواجه الاحتلال، وهذا اللي بيعطيها الحياة. من خلال حواري معك لديك رؤى تحليلية ومستقبلية لكثير من الأمور، في خلال مدة كم تتوقع أن يحدث أحد هذه السيناريوهات التي عرضتها بالنسبة للسلطة؟ والله أنت عارف هذه الأعمار بيد الله. صحيح، لكن السيناريوهات يعني بدأت تتحدث من الآن، لأنه رئيس أبو عمار بدأ عليه شوية إرهاق وحركة في الأعصاب بتاعته، فهم اعتبروه انتهى، لكن في نظري هو لسه قوي وأمامه فترة طويلة. يعني هم بدوا يتنازعوا قبل ما يحين أوان النزاع، والإعلام بدأ يضخم القضية. على أي حال عملية انقراض السلطة أيضا أو ما هي انقراض، إذا بتستمر في طريق مسدود معناه لا هي بتحقق عمل الشعب الفلسطيني ولا بتحقق مصالح، ولا هي سايبة غيرها كمان يحقق مصالح، فحتصل إلى خانة أنها تنتهي. لكن إذا عادت ورجعت استراتيجيتها للمواجهة مع العدو وهذا هو الطريق اللي ممكن حصل فيه حقنا، فيش طريق غير ثاني. أنا بعتقد هو طريق الحياة للسلطة وحركة فتح. هل تعتقد أن هناك استراتيجية لدى السلطة أيضا للقضاء على حماس باعتبارها المنافس الرئيسي لها؟ أنا بعتقد يعني أنه ابن الوطن وابن الشعب مش سهل عليه يقوم بعملية اجتثاث أخوه، لدرجة أنا بذكر أنه في من السلطة رجال كان يطلب منهم يروحوا يلقوا القبض على ناصر من الكتائب، تروحوا يداهموا يفتشوا كأنهم ما شافوش حاجة ويطلعوا، يعني يكونوا غير جادين في إلقاء القبض عليهم أو في كذا، لأنه متعاطفين معهم. يعني لا تتم العملية، يعني ليس كل الناس مع الخط المقال اللي بده يقطعوا، يعني ستجد من عناصرهم من يأتيك ويعطيك الأخبار ويعطيك الحقيقة أن أمريكا تريد هذا وإسرائيل تريد هذا، والسلطة واقعة لأنه في صفوفها في عملاء مستعدين ينفذوا هذا لضرب لخلق المواجهة والتفتيت الشعبي. أنا إن شاء الله يعني أتمنى على إخواننا في السلطة أنهم يفيقوا لهذا الوضع وأن لا يسمحوا بضرب حركة إسلامية جذورها عميقة هم أحوج ما يكون إلا في المواجهة مع إسرائيل.